أنا ما بدي إياك تتعلق بالقبر نزير. ريم مانا هون. نزير ريم هون بذاكرتك. ليك لازم تروح هلا على البيت وترتاح شوي. بكرة أنا وياك منسافر، باخدك عبودروم، ننزل ببيتي ومنغير جو. لا لا طيب خلص، مو بكرة، بنهاية هالأسبوع. ماشي بشوف. صار لك هلأ أكثر من 5 سنين وأنت عم تتعذب، صار لازم تدير بالك على شغلك شوي. أنا ما بدي أشتغل من هلأ ورايح. ما بصير تستسلم بهالسهولة. استسلمت وخلص. أنا خسرت لأول مرة بحياتي، كنت عايش وأنا متأمل إنها تشفى، كان عندي هدف معين بحياتي، بس هلأ أنا خسرتها. نزير، أنت عملت كل شي بتقدر عليه، أنت ما قصرت معها بأي شي أخي. رح ساوي شاي تشربي؟ رح احسب حسابي. ليش طول اليوم وانت عم تراقبيني؟ لا شو لا؟ لا تغشمي حالك، ما عم تتركيني لحالي ولا ثانية. انت خايفة دقله لمنير ولا شو؟ بتمنى ما تتصلي فيه. شو بدي رد عليكي؟ لا تواخذيني، بس إلي أسبابي اللي بتخليني راقبك. مالك واثقة فيني؟ قلت لك ما رح دقله. إذا هالمرة عملتي هيك شيء رح تكوني أنت كمان مجرمة. بلا جد؟ لهيك لا تحاولي تغلطي. بس بكل مرة أنا كان معي حق، هددوني، شو بدك يعني أعمل؟ ما كان فيني ساوي غير اللي عملته. فكرك سهل إنك تاخدي هيك قرار؟ أنا لملمت القصة، ولولاي فكرك شو كان ممكن يصير فيها لهالبنت؟ ها؟ مصطفى كان ممكن يخلص عليها بلحظة. أنت ما بتعرفي شي ست مريم، ما بتعرفي شو عملوا. لو أهل الضيعة دريوا بالقصة كانوا قطعوهم شقاف. هاي هي الحقيقة. لا مو هاي هي الحقيقة، خليني ساكتي أحسن. ما رجع دقلك المحامي؟ طب أنت دقيله؟ أخذت موعد مع محامي تاني غيره. بس على هوا حكيك المعلم غالب قال عنه منيح، على القليلة ما رح نفضح حالنا قدام حدا غريب عنا. بس هذا كمان ما بنعرفه. إيه بس رفيقه للمعلم غالي، بيدير باله علينا. يلا دقيله يلا. أخدك على البيت؟ بشربك قهوة. ايه ماشي. الو الو استاذ نزير. ايه مين معي؟ صار لي زمان عم دق لك، بس انت ما كنت ترد على تليفوناتي. انا مريم اكسوي. انا دقيت لك اكثر من مره امبارح وتركت لك رساله صوتيه على موبايلك. ايه مزبوط، وصلتني رسالتك، بس انا ما قدرت ارد عليكي، لا تواخذيني. لا العفو منك استاذ نزير، أنا مثل ما قلت لك بالرسالة، أنا من طرفه للمعلم غالب الله يرحمه ومن نفس ضيته، نحن محتاجين مساعدتك أستاذ. ست مريم ما بستلم قضايا بهالفترة بالذات، بعتذر منك. بالله؟ ليش؟ فيكي تقولي موقف لفترة. يا الله، لأنه القضية تبعنا كتير حساسة. أنا بعتذر منك. لا العفو، ولا يهمك. ما قبل القضية؟ طيب ما فينك تقترح علينا اسم شي محامي نروح لعنده استاذ؟ ماشي انا رح شوف وضعي وبرجع بدقلك. بس اذا مانك فاضي رجاء لا تضيع لنا وقتنا، الله يخليك، لانه بصراحه ما معنا وقت نضيعه ابدا، لانه الموضوع متعلق بمستقبل وحياه صبيه ما لزن. فهمت عليكي. بتمنى تكون فهمت، لانه هي مانا قضيه عاديه ابنه، قضيه كثير معقده ومانا سهله. نحن عم نحارب ونواجه ناس وسخين كتير، بس لو تعرف قديشنا محتارين شو بدنا نعمل وشلون بدنا نوقف بوش هدول العالم. عيني خير إن شاء الله.
احنا فقدنا الامل نهائيا. ما مفروض تفقدوا الامل، بس هالقضية صعبة. لهيك انا رح احطكم بالصورة من هلا، انتو بتعرفوها منيح لهالعيلة، وفي بيناتكم عداوة مشان قصة الاراضي او هيك شغلات؟ لا ما الو، انا الي عداوة معهم بس هنن ابدا ما دخلهم. بس قلتوا لي من شوي انه بتقرير المشفى ما تم ذكر اي سيرة للاغتصاب. غيروا تقرير المشفى، اشتروا كل الناس المسؤولين هنيك. يعني طلعتوا من المشفى بدون ما توقعوا على التقرير؟ طلعتوا من هنيك على السكيتة؟ مثل ما قلنا لك، كان همنا ننقذها للبنت لأنه خطيبها كان ناوي يقتلها. وقلتوا لي لقيتوا محبس واحد منهم كان بمكان الحادث وتركتوا هالدليل يروح من بين إيديكم وما سلمتوه للشرطة. كنا مضطرين. ما رح نستفيد شي من هالحكي، لأنهم رح ينكروا حادثة الاغتصاب كلها. فاطمة لحظة، من هلأ ورايح لازم تستعدي لأي مفاجآت، فهمتي؟ هن ما رح يسكتوا طبعاً ورح يعملوا أي شي ليكذبوكي. أنا قلت لهم هيك ما حدا رح يصدقني وبعرف هالشي. بيصدقوكي بيصدقوكي، تعي عدي لا تبكي. إذا كان القاضي بالمحكمة اقتنع بحكي فاطمة رح يقبل إنه يفصل في الدعوة. بس هنن رح يعملوا جهدهم ليكذبوها. ما حدا بيدعي هيك ادعاء وبيطالع صيت على حاله إذا ما كان صاحب حق، ما هيك؟ مزبوط، إيه مزبوط. يعني إذا القاضي بالمحكمة اقتنع بحكيك ووافق إنه نرجع نفتح القضية وطلع أمر بهالشي، بوعدك فاطمة رح نربح الدعوة. عم تحكي عن جد؟ قلت لك بوعدك بهالشي. يسلموا، شكرا لك استاذ، شكرا. سمعتي شو حكى؟ سمعتي؟ بس انا من قبل قلت لكم انه هاي الفتره رح تكون صعبه كثير عليكم اثنيناتكم، بس طبعا رح تكون اصعب على فاطمه اكثر من الكل. معلش، اذا رح ياخذوا جزاتهم فانا موافقه. اي تمام، معناتها اتفقنا اذا هيك. رح نربحها إن شاء الله.